هذا حمودي طويل العمر هو جاي من افغانستان لقاء مع الاخ حمودي ابو مصعب المني. لا بالمني لا 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 خلاص صدقوني ترى اكبر اكبر جغولي اسمع لقاء مع السبيعي راعي توين كار عدل عبر عن شعورك انك في شو اسمه في الربع الخالي شعوري يعني يوصفك وين منك يا ولد حلو يعني عوس ومشكور مشكور السلام عليكم ما دقيقه قل اي شيء او قل تعال قل لا مسك مسك دقيقه عندي دقيقه دقيقه شعورك يا اخ حميد انك في الربع الخالي شعوري والله صدق غزلان ما شاء الله كم واحد يمكن حدود 20 ما شاء الله تبارك خلي خمس منهم امشي عليهم الليله ما تعبي شعورك يا ابو ساره وانت في ارض الربع الخالي اللي يتوز حريم لا استغفر الله ذي يبيلها تعال بركة دقيقة شو قلها اخ صالح تبع الباص قلها شعورك يا مبارك والله شعوري شعور اي واحد فوق طعوس وفوق رميل اسلم 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 مبارك واحد كذا باقي صالح صالح يقول ما غير زيت الباص الحين طيارة خاصة يقول طيارة خاصة على العموم المشكورين يا شباب احنا ان شاء الله في الربع الخالي شعورك يلا يلا شعورك يا متعب في الربع الخالي خير والله شعوري يا جماعة الخير احنا الحين خلصنا من الربع الخالي وان شاء الله بنروح على سطح القمر ان شاء الله ان شاء الله احنا بنجيب لكم اي شيء تبونه من هناك اي حاجه طراطيف شيء يعطيك العافيه متى والله ما عندنا الا شرخ شباب مشكور ترى والله مشكورين يا شباب وما قصرتوا ان شاء الله على سطح القمر ان شاء الله شكرا شكرا زوروا زوروا لا ما لا تصورني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعال يا مستر كلارنس ومتى غرز خلنا نطلع جمعها السلام عليكم